توقعني يا مختار الكلب. من امتى الكلام ده؟ من النهارده هو كلمني وقال لي مش جاي من النهارده، هو مضى هناك من اسبوع. طب اعمل ايه بقى؟ اكلم الشؤون القانونيه ولا ايه؟ القناه التانيه هتدفع الشرط الجزائي. انا مرتب كل حاجه بقى. طب وانت ازاي ما تعرفش الكلام ده يا هشام؟ هعرف منين يا ريس؟ الموضوع متكتم عليه. يا ابن اللذينة. طب وانت ما تعرفش يدوله كام بقى في السنه؟ 1,100,000 في السنه. يا نهار اسود، الناس دي بتخرب السوق، الله يخرب بيوتهم. انت عارف مختار ده مضيته بكام ايام ما كان جالي محدش يعرفه؟ وفي السنه 150,000. طب كويس انك عارف وكان طاير من الفرح لعلمك. ايوه بس ما تنساش انه بقى اسمه برضه دلوقتي يا استاذ. بعدين شوف هو بيدخل اعلانات القناه بكام. هي دي بقى المشكله. طيب انا هعرض له كام حلقه موعده كده لغايه ما نشوف هنعمل ايه. اوكي بس ما تقولش للوكاله دلوقتي، لانه كده كده هيطلع بالبرنامج هناك كمان شهر. وانت ايش عرفك يا هشام؟ يأمنه يا ريس. انت مش بتقول ان الموضوع كده كده متكتم عليه؟ ايوه يعني علاقة الشغل، مش انا برضو البروديوسر عنده هناك في البرنامج. وقال لك ايه تاني بقى هشام؟ مفيش، هيطلع كمان شهر وهيدفع الشرط الجزائي بس. طيب انا هبقى اشوف كده هنعمل ايه في الموضوع ده. اوكي يا ريس، لو احتجتني قولي، انا عندي برضو كام بديل ولاد بلد كده حلوين. لا لا لا، انا هجيب حد مشهور على طول، مش هجيب حد يقعد يذلنا بقى ونعمله نجم وفي الاخر يروح يعيش علينا. بس هتدفع كتير كده يا ريس. مش مشكلة. اوكي. السلام عليكم عم الشيخ. هنتريق؟ ايه دي؟ يعني انا مش فاهمك. اتفرج على افلام مش عاجبك، امسك سبحه واذكر ربنا مش عاجبك، عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ايوه ما هو اللي بيسبح وبيذكر ربنا ما بيقعدش يتفرج على الافلام القرف بتاعتك ويقعد يشرب حشيش بتاعك ده والقرف اللي انت فيه. ايه القرف ده؟ وبعدين تمسك لي سبحه؟ يا عم روح. وهو انا بعمل كده دلوقتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ممكن تسيبيني في حالي ومالكيش دعوة بيا خالص؟ صحيح على رأيك، أنا مالي؟ ما تعمل اللي تعمله، يكش تولع. أنت رايحة فين؟ نعم؟ رايحة فين؟ أنا رايحة لأصحابي. أنت خارج؟ أيوه. أنا هروح الجامع هحضر درس وأخلص وأرجع البيت على طول. سبحانك يا رب، قادر على كل شيء. احنا هنتريق تاني؟ لا والله ابدا، ربنا ان شاء الله يهديك يا سيف. السلام عليكم. ويهديك يا هديل. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي هاي، مساء الخير استاذة هبة. مساء الفل، ازيك؟ انا جعفر، مدرب الاتيكيت والرقص. طبعا مدام ريتا ادتني فكرة عن الموضوع، بس كنت محتاجة اعرف هو مين اللي عاوز يتدرب؟ ماما. ماما؟ دارسة ايه ماما؟ ماما لا مش دارسة، يعني تقدر تقول تالتة ابتدائي. صغيرة؟ ماما ربت منزل. ربت منزل؟ يعني زي برنسس. هي برنسس ما بتشتغلش. متستتة. تمام تمام. وماما محتاجة تتعلم ايه بقى بالظبط؟ ماما محتاجة تتعلم كل حاجة، طريقة الأكل، طريقة الشرب، المشية، كل حاجة ليها دعوة بالإتيكيت. بس أهم حاجة بليز يا جعفر، عايزاك تعلمها كل أنواع الرقص. كل أنواع الرقص؟ وماما بترقص إيه بالظبط؟ فالس، تانجو، هيب هوب، روك أند رول. بس أهم حاجة عايزاك تعلمها الهيب هوب. هي بتعرف ترقص أساساً؟ طبعاً. ترقص إيه؟ بلدي. بلدي قوي. هي ماما في جسم سعادتك كده؟ يعني ممكن أدخن كيلو اتنين مش أكتر. طيب طبعا في الاتيكيت في أكل، هي بتعرف تعمل إيه بالظبط أكلات؟ بامية، محشي، كوارع، مسقعة، كل أنواع المسقعة، طاجن، عكاوي. ماما لسه عايشة؟ عايشة طبعا، وصحتها زي الفل، أحسن مني ومنك. تمام تمام.
في حد تاني عاوز يتعلم رقص؟ لا خالص، بس عايزك بابا. لا بابا يعلمني ويعلمك الاتيكيت. اوه هايل. بس بص يا جعفر، عايزك تيجي بعد ما يروح بابا الشغل وتروح قبل ما يجي. حاجة؟ لا خالص، بس يعني كده احسن. تمام تمام، بس عادي. لازم يبقى في ما بيني وما بين بابا عادات كتير. ان شاء الله. ماشي، يلا نايس تو ميت يو، مستنياك بكره. اوكي يلا شور. باي. واضح انها هتبقى مهمه سهله جدا. عيله لطيفه قوي، ماما جسمها زي جسم البنت، وباباها ممكن نتعلم منه اتيكيت. بقول لك قدامك سكه سفر، هي فين السكه دي؟ هتتكلم في ايه في حاله النهارده؟ فتحي ممكن تدخلي تليفونات النهارده؟ يا سلام، انت تؤمن يا ريس. حبيبي مش هينفع. ليه ان شاء الله؟ عشان في حاجة اسمها نظام، المكالمات هتدخل لك مرة واحدة بس في الأسبوع. حبيت المكالمات أنت يا ريس. من بعد جوجو حنية قاعدة ومستنية. قليلة الأدب. أنا برضو هو الموضوع كويس. ما طلبتش رأي حضرتك. لا، ما هو مفيش حاجة هتتكلم فيها غير بموافقتي. ده عندها. عند مين ان شاء الله؟ امك انا خدت. ماشي براحتك، بس خليك فاكر مين اللي عملك، وبقى خليهم يدفعوك بقى. هو متخانق ولا ايه؟ في كارثه في القناه. هيمشوني ولا ايه؟ هنقدر يا استاذ. ما دي اكبر كارثه ممكن تحصل لكم. طبعا الشيف مختار ساب البرنامج وبلغهم على الهوا فجأة. تصدق دي قلة أصل؟ حركة وحشة مش كده؟ ليه كده؟ ده كان راجل كويس. قول لي فتحي، جابوا حد مكانه؟ طيب خاف مني بقى عشان ممكن أمشيك. لو النبي، لو النبي يا أستاذة آية، ما تمشينيش. أصل أنا بصرف على ولاية كتير قوي. هفكر، هشوف أدائك في حلقة النهاردة. أقرا لك الفنجان؟ مسكينة أوي. مش قوي كده، انا جاي قاعد معاكوا شويه وماشي. ليه كده؟ ده احسن. طيب ماشي، تعالى نسلم على الشيخ عمرو. هو فين؟ موجود. تعالى يلا.